يا لهوي منشكحة قوي يا بنت، منشكحة قوي، وصاحب المول اتقتل. كل سنة وانت طيب يا سي عصفور. هيع هيع هيع. وانا قلت هابي فالنتاين داي يا وليه، بقول لك صاحب المول اتقتل النهارده عيد جوازنا يا سي عصفور. ايه ده بجد يا بت؟ اربع سنين يا بت عدوا كده ما حسيتش بيهم. اربع سنين. ايوه حلويات الواد ده هو، حلويات الواد ده هو، وبيحكوا عنه كتير حكايات، حلويات بطي. العب يا سمك. يا يا بنت يا، ايه ده بقيت رايقه قوي يا بنت من يوم ما اتجوزت. طبعا يا سي عصفور، هو اللي اتجوزك ازاي ما يبقاش رقيق؟ لا انت ويزو من يوم ما اتجوزت بقيت رايقه قوي. ايوه بجد، فين ويزو اللي كانت بتاكل وراكنا؟ فين؟ ايه ده؟ مجنون. فين ويزو اللي كنت امثل معاها اروح باصابات؟ يعني بقى والله كاني بلعب في المقاصه مش جاي امثل. فين يا بنت؟ لا بقيت في عنيه كده ورقه جميله كده. ايه يا بنت الواد ايه ظبط الكلام يا بنت؟ مين ده؟ هتجنن؟ لا والله. شريف ولا ايه؟ شريف شريف يا بنت في ايه؟ ما كل الناس عارفه بتاعت شريف. بتاعت شريف شفنا كل حاجة على اليوتيوب يا بيت. شفنا الفرح كله صوت وصورة على اليوتيوب كله. يا بتاعت شريف. لا الواد خلى في حنية كده يا ابني. أنا طول عمري رقيقة، بس كنت محتاجة اللي يكتشفني ويلمعني. وهو الواد شكله اللهم صل على النبي لمعك قوي. هتتضرب. لا أنا آسف، مش هتتضرب اتلم. بس إيه لمعك والهم ده؟ لا أصل مش فاهمة إحنا يعني، أصل ده بطل. معلش انت عشان بتشوفيه بالشقه عادي كده واخد عليه، انما ده راجل بطل يعني، ده المفروض يتكرم كل سنه انه عايش. شريف يا بتاعت شريف. والله المفروض نكرمه، ده انه عايش ده يطلع كل سنه. عارفه مهرجان القاهره السينمائي؟ نعمل مهرجان ويزو الداوي. ده يطلع يستلم جايزة. وقد استلم الأستاذ شريف زوج الفنانة ويزو جائزة بأنه عاش هذا العام. وشكرا. هو كان درع الدولة التوفيقية. لا يعني الواد ايه الواد فرحانين بيه كلنا، وانا والله فرحانة بيه لأنه عمل حاجة حلوة قوي الحمد لله ما فكرناش فيها كلنا. اتلموا يلا. بس بقت في رقة كده، حنية كده. يا ابني انا طول عمري جبل رقة، هو الوحيد اللي تسلقني ووصل للقمة. يا كمان تسلقي. اه ده المفروض ياخد نوبل الواد ده. والله والله المفروض ياخد نوبل انه تسلق اعلى من جبل ايفرست. اتلم وخلص عشان نشوف الدنيا عايزة مننا ايه. يلا. يسي حسبور. والله ما مصدقك. هنضحك على الناس. حاول عصبك. احنا عارفين نهايتك على ايد مين؟ ايوه بتاعت شريف. يا خلاص. خلاص 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 اخلص. خلاص يا بت. ايه ده؟ ايه ده يا بت؟ نرجع للمسرحية. اربع سنين يا بت. اربع سنين متجوزين يا بت. ايوه اربع سنين ما حسيتش بيهم، عدوا كده لمحة هفوة. اربع سنين يا بت. ده انا اربع سنين بعشق كل حتة لحمة فيك. ايه ده؟ ايه ده؟ لا بحب تفاصيلك. ايوه بعشق حنيتك يا بت كده. بس عارفه حاجه بس بسيطه كده، لو جرت في داهيه يا بت وسابتنا هتبقى عيشتنا هنا. ايه هي يا سي عصفور؟ امي. مالها امي؟ بكره امي. نعم يرحمها. ويزو رجعت. رجعت ايه؟ ايوه هي دي ويزو اللي احنا نعرفها. نعم يرحمها هي دي. انما يا سي عصفور دي ما دعيت. ايه واد في ايه؟ يا واد العريس باظ ولا ايه؟ انت هتتجنن؟ واد مفعوله راح في دقيقتين. مفعول مين اللي راح؟ هنا احنا هنا. اخرس. ايوه تسلم ايدك يا ست المعلمين. ايوه كده اضربينا، احنا عالم مهزقه. يا ابني بقى. احنا ما نجيش غير بالشتيمه وقله القيمه. يخرب بيتك. ايوه كده. ماله ده؟ بس الواد مفعوله راح في ثانيه. مالكش دعوه بالواد. غريب معايا. ركز. ايوه عايز انت ايه؟ امي ايه اللي انت بتتكلم عليها يا زفت؟ انت اللي اسمك عصفور. امي مش كفايه ان احنا رضينا واتجوزناك؟ احنا انا
انا بصلتني. شكلك لا انت تقول احنا عادي، انت تقول احنا والناس تصدق عادي. انا فاكر يوم ما تقدمت لكم، ايوه انت كنت قاعده في النص، رحت قايمه قلت احنا موافقين، ورحت رايح للمأذون قلت له دول معايا شوف هتحاسبني بكام. تمام تمام خلاص بقى والله، في كالوس هنتحاسب فيه. يلا يلا حبيبي. كالوس ايه؟ ما الناس شافت ده كتفي راح. لسه معلش. يلا طب معلش سؤال بسيط. معلش انا اسف والله بالمره بقى يا باظ. يا رب. معلش بس سؤال بسيط بس. عايز ايه؟ والله السؤال ده مصر كلها بتسأل كلها. شريف ماله؟ يعني معلش 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 يعني لو هو ساعات بيجي عليه اوقات كده يعني ايه بقى راجل بني ادم يعني. راجل مين يا ابني؟ لا بقول لك كراجل كبني ادم يعني. ايوه ساعات بيجي عليه. انت والله والله يا عم هي هي حرام عليك. ساعات بيجي وقت كده على البني ادم يعني. ايوه يعني ممكن يتعصب عليكي. مين؟ مين؟ ابوكي. لا شريف يعني ممكن لا اهلا في ديمقراطيه في البيت. خلاص ايوه كده. ايوه يا ولد انت يا ولد. ده شريف ده خد جوهرتنا. ماشي خلاص يلا اخلص. يلا يا بنت امك. امك ايه؟ امك اللي مبهدلانا. مبهدلاك في ايه يا حبيبي؟ مش كفايه متجوزاك 4 سنين لا عارف تاكلني ولا عارف تشربني ولا عارف تسيخني؟ فين هذا الحزام المذهب اللي قلت لي عليه؟ حزام مذهب؟ اه ده انت عايز حزام ناسي في فرتك المنطقه دي. لا ده انت عايز قلمين على وشك. لا بقول لك ايه قلمين ايه؟ انا راجل قوي. راجل؟ طب يلا يا